أيواظ إيش بك متلبس ومسشور شعرك العادي لك ومتمشط دقنك لوين رايح؟ عالساحل عمي معلمي، ليش ما سمعت الفرمان اللي طالع من عند الوالي؟ لا والله، وإيش هالفرمان؟ اليوم مسابقة أطول تصفيقة، يعني اللي بيصفق أطول شي بيربح سيارة حديثة. سيارة حديثة؟ معقولة؟ ليش بقى؟ اشو هالبطولة العظيمة؟ ليش التسويق كتير مهم؟ لكان معلمي لكان عرب لي اياها، شلون يعني؟ بدك تقول يا معلمي ان التصفيق مفيد للجسم والصحة، وكمان مفيد للعضلات، الرياضة مثل المشي. شلون؟ شلون زبطت معك هاي؟ ايه لكان، مو التصفيق بنشط الدورة الدموية وبيريح نفسيتك وبخليك سعيد وراضي؟ وايش دخل هاي بالمسابقة؟ يعني ليش ما بيعطوا سيارة مادام القصة قصة صحة وعافية؟ ايه لا معلمي، ما دخله. لكن ايش شو؟ عم بقولوا انه التصفيق صار لعبة اساسية بالالعاب الاولمبية. وهي ضمننا ميدالية ذهبية اكيد
أكيد ما في حدا بيحسن ينافسنا عليها. وليش معلمي؟ هيك هيك سلامة فهمك يا عيواز. ارجع بنت صغيري على سطح الجيران وينساني الزمان على سطح الجيران. صباح الخير مدام. بونجور. صباح الخير. رقم تليفونك طلع عنا بالقرعة وكسبتي معنا مكياج وماسك من مستحضراتنا ببلاش بلا مصاري، يعني فري حبيبتي فري. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حبيبتي، تفضلي تفضلي. اي من وين؟ تفضلي تفضلي. هون من هون. تفضلي تفضلي. هذا الماسك شو فوايده؟ ايه هذا الماسك مفيد كثير كثير، بجدد البشره وبيعطي لونك كثير حلو وبصير بيلمع لمع يا مدام. شكرا. الحقيقة يعني مفاجأة من عند الصبح ما كنت متوقعتها. لك يعني احنا بنطلع هيك هيك ما بتعرفي منين بنطلع. وبالنسبة للمكياج؟ ايه كمان حبيبتي رح اعمل لك مكياج غير شكل، رح تنبسطي منه كتير كتير، وخاصة بعد ما اعمل لك الماسك. دخلك؟ هالماسك من شو مصنوع؟ مصنوع من الاعشاب الطبيعية، كلها اعشاب بحرية، انا كل موادي طبيعية حبيبتي، ما لها اي تأثير جانبي. تعي تعي مدام تعي، تفضل تفضلي نقعد هون يلا بسرعة، ما عندي وقت لأنه أنا مستعجلة كتير كتير. يلا حبيبتي شو رأيك نبدأ بالماسك؟ أنا جاهزة. إيه وأنا جاهزة، بس شو رأيك بتشربي شي؟ لا حبيبتي ما في داعي، لا تعذبي حالك خفيفة. لا لا والله ما في عذاب، شو رأيك تشربي قهوة؟ والله أنا برأيي يا مدام خلينا نحط لك الماسك لبين ما يجمد الماسك على وشك ويجعد وشك، هداك الوقت بتساوينا فنجان قهوة نشرب. تفضل تفضل اقعدي هون، تفضل تفضل اقعدي هون. طيب مثل ما بدك. يلا بصراحة يا مدام هذا المسك بده يضل على وشك أقل شيء 10 دقايق لك. أي ما في مشكلة خدي وقتك. يلا اقول لك شغله مدام ما بتزعلي مني؟ خير ان شاء الله شغلتي لي بالي. لا هذا ما بيصير، هذا وشك حبيبتي ما وش الجيران، حرام عليكي بشرتك تعبانه كثير كثير، ليش هيك؟ ليش هيك بتهملي حالك؟ اي والله الحق معك، انا ما بعتني ببشره وشي ابدا، بتعرفي اخذوا عقلي الاولاد والبيت والطبخ والنفخ يعني. غلط غلط يا مدام، انت بتعرفي انه البشره التعبانه على الأقل بتكبرك 10 سنوات. عن جد عم تحكي؟ يعني أنا مبين علي أكبر ب10 سنين؟ يمكن أكتر شوي. طيب بما أنك اختصاصية تجميل شو الحل؟ يعني على الأقل لازم تستعملي من هذا الماسك مرتين بالأسبوع على وشك لأنه وشك كتير تعبان كتير. ما في مشكلة، إذا في عندك زيادة أنا بشتري منك من هالماسك. إيه مو تكرم عينك؟ حطة وحدة احتياط معي بعطيك إياها أمري لله، وبعطيك إياها بسعر كتير كتير صريف كتير حلو لأنه أنت غالية وبعدين طلعتي معنا بالقرعة. يعني لا تاكلي هم رجعان تلك بسرعة. يلا وإن شاء الله ما تكون غالية. لا تاكلي هم حبيبتي لا تاكلي هم أبدا أبدا، أنا رح أعطيك إياها بسعر أقل من الجملة، إذا لقيتيها بالسوق هداك الوقت تعي حاكيني. يلا تعي لعندي. ها هاتي وشك حبيبتي هاتي هاتي. هيك بكون خلصنا. هاي العلبة الصغيرة لشو؟ ها ها هذا كريم نهاري صباحي ضد التجاعيد، لو تعرفي قديش بيفيد لو تعرفي. بس يا ريت تشرحي لي لانه انا لا بحط كريم نهاري ولا حتى بفهم فيه.
ما بيصير يا مدام ما بيصير، انت عم تغلطي في حق بشرتك، هذا مو حكي هذا ابدا. اصلا كيف التجاعيد بيظهروا؟ كيف؟ ما بعرف. من عدم استعمال الكريم النهاري والليلي. هي؟ ليش في كريم ليلي؟ لكن في كريم حوالين العيون كمان حبيبتي، حوالين العيون في كريم مشان ما يظهروا التجاعيد. دخلك؟ يعني هالكريمات غاليين كتير؟ يعني إذا حبيتي تاخدي كريم للنهار وكريم لليل وكريم لحول العيون، يعني أنا بعمل لك خصم 20%، وهي بس للزباين الظراف الناعمين اللي مثل حكايتك. تسلميلي، الله يخليكي. إيدك، نزلي إيدك، إيدك. يعني حاسة وشي صار مثل الجبصين، وبالزور عم بقدر أحكي. كتير منيح لك، هلأ بلشت المواد الطبيعية تاخد مفعولة وصارت تتغلغل ببشرتك. غلغلي خمس دقايق بس، وإن شاء الله رح أروح لك وشك، رح أروح لك الماسك من على وشك حبيبتي. يعني بصراحة لا تزعلي، أنا بالأساس ما مقتنعة بهاي حكاية الكريمات وما كريمات. يعني لا تزعلي مني، أصلا بحسها بلا طعمة. لك شو بلا طعمة؟ قال بلا طعمة، قال اسمعوا هالحكي. لك يا مخلوقة لو بلا طعمة نحن منبيع كل هذا المنتوج؟ إذا بدك الشركة ما عم تلحق من هذا المنتوج يا مدام، شو مفكرة أنت؟ الطلب عليه كتير كتير، لأنه كلنا من المواد الطبيعية. لك فهمت عليك. دخلك، يعني هاي التجاعيد إمتى بدها تروح؟ بصراحة لازم تواظبي على هالكريمات لمدة شهرين يا مدام، لمدة شهرين، لأنه وشك تعبان كتير، مشان تصلي للنتيجة اللي أنت بدك إياها. شهرين؟ طبعاً لك، شو مفكرة؟ الشغلة سحر؟ بصراحة أنا بحكي معك بصراحة، يعني غيري شو ما حكى بيكون عم بيكذب عليكي. أيوة، وهلأ صار فينا نشلك الماسك. وقفي دقيقة شوي يا عيني. ها هاتي لأ، شو؟ يا سلام، شو هالريحة الحلوة؟ شفت شلون؟ لك هذا مزيل للماسك حبيبتي، يعني بفتح لك مسامات جلدك بشكل صحي. معلش إذا كترت عليكي الأسئلة. إيه معلش يا حبيبتي، كتري كتري، ما حدا آخد معه شيء. يعني هلأ في مسام مسدود ومسام غير مسدود؟ إيه لك، لما الوش بيتعب حبيبة قلبي هيك ما بتتجدد أبداً البشرة، وبتسكر المسامات كلياتها، فبيبين الوش بهتان تعبان أصفر هيك مثل الوشة. وبصراحة يا مدام انتي مسامات وشك كلها مسكرة. عن جد عم تحكي؟ يعني أنا هلأ مسام وشي كله مسدود؟ لا تزعلي حبيبتي، لا تزعلي ولا تاكلي هم، كل شيء له حل. شايفي هذا؟ هذا السائل اللي هلأ مسحت لك في وشك، هذا بيفتح لك مسام وشك كلياته. شوفي وشك، شفتي؟ جاوبيني بصراحة، بالله مانك حاسة انه وشك صار بارد ومنتعش؟ ايه والله، وكمان هيك فيه يعني مسدود، عرفتي؟ دخلك، هذا السائل المزيل للماسك غالي؟ بصراحة انا حبيتك كتير كتير، حبيتك من جوات قلبي يعني. تسلمي. وانا رح احسب لك يا بسعر كتير ظريف، لا تاكلي هم. وهاي الكريم تكرم عينك. هم وين قايمة؟ لك شبعنا، لك شبعنا انتي، شو صار لك؟ ما بصيري تقومي؟ رايحة اعمل لك فنجان قهوة. لك ما بدنا فنجين قهوة، رح تفتحي علي ابواب ما لنا فيها. هلا المهم ما بيصير حبيبتي تقومي، ما بيصير. هلا مسامات وشك كلها مفتوحة، وشك نظيف كتير كتير، بيتأثر بالعوامل الخارجية، لازم احط لك كريم حتى سد المسامات كلياتها. لك يعني انتي كأنك عم تضحك علي، يعني انا ما فهمت. لك هلا مسامات وشك كلها مفتوحة، ما بيصير تقومي، يعني ممكن تتأثري انتي بميكروبي بغبراية، بساوي لك التهابات بوشك، كتر لك حبوب بوشك، هلا ناقصني انا كمان؟ لا عم على هالقصة. يعني بدي اقول لك بصراحة، يعني انتي بتتأثري من أشعة الشمس، لك من إضاءة البيت بتتأثري، وهيك مثل ما قلت لك بيطلع حبوب على وشك وبساوي التهابات بالبشرة، نحن مو ناقصنا
وبتعمل لك مشاكل كبيرة كتير. يا لطيف، كل هاد ممكن يصير إذا كان المسامات مفتوحة؟ ولا يهمك بدا، كل شيء له حل عندي، لا تاكلي هم أبدا. وهلا هذا الكريم اللي دا حطلك منه على وجهك رح يسكر لك المسام كله. تعال حبيبتي تعال. ريحة الكريم ما هي غريبة علي. لكن حبيبتي كلها مواد طبيعية، أعشاب البحر، الله وكيلك، أنا ما عندي مواد صناعية أبدا أبدا. شوفي هلا هيك ما أحلى. يا عيني عليكي. قليلي لأشوف كيف حاسة هلا. يا سلام، شعور كتير حلو، بس كأني وشي ممل شوي. شفتي؟ هذا هو المطلوب. يعني وهالكريم دخلك اللي بيسد المسامات المفتوحة غالي؟ لا تاكلي هم مو كتير غالي. يا سلام، وهلأ صار وشك جاهز لاستقبال كريم الأساس اللي بينحط هذا حبيبتي قبل المكياج على وشك، لازم تحطيه. ها شفتي شلون؟ هي البشرة الصافية النقية من الزيوت والإرهاق والتعب. لا تزعلي مني مدام، ما كان هيك وشك أول ما شفتك. يسلموا إيديكي، عزبتك معي. الله يسلمك حبيبتي. وهلأ أجا دور كريم الأساس. هذا كريم أساس بينحط قبل المكياج، ضروري كتير ينحط. مشان شو؟ مشان توحيد لون الوجه حبيبتي. يعني عندك هون في أسود تحت عيونك، هذا لازم يروح كله، وفي دائرة تم كمان لازم يكون لون واحد. هيك بنكون وحدنا الألوان كلياتها، صار وشك كله لونه واحد. يا سلام، تعرفي أنا لازمني هيك كريم كتير. عجب غالي؟ لا حبيبتي لا تاكليها، مو غالي كتير. وقفي استني، ذكرتيني بشغلة. هذا الكحل بيخطط العيون، بس شو بيطالعوا؟ عيون بياخدوا العقل، عيون غزلانية بيدبح ودبح. يا سلام، بدي كمان واحد منه. لسه هذا الظل اختراع بنفتحي شي شغلة، يعني بيبين المساحة اللي بين العين والحاجب، وبتعرف العين ما بتعلى عن الحاجب حبيبتي. تسلم لي عيونك، أنا بدي واحد منه كمان. ايه تكرم عينك. هاي حطيت لك يا هون. وهي حمرة الخدود لونها وردي، شوفي ما أحلاها. يعني هي إذا حطيتي منها بتصغرك على الأقل 5 سنوات. لكن كمان بدي منها. ايه تكرم عينك. وهلأ شوفي، طلعي علي أنا، ما طلعي بالملاية حبيبتي. هلأ إذا حطينا لك هون حمرة الخدود، وهون هيك الظل، وبيناتهم الكحلة هون هيك، شو حتطلعي؟ ايه بتطلعي فيني، حتطلعي بتاخذي العقل، بتجنني، ايه بتفلجي فلج. يمكن يكون هالمكياج مثل ما عم بتقولي، بكل الأحوال يسلموا إيديكي. يا الله يسلمك يا رب، إن شاء الله بتسلمي لي. هدول أخذتيهم أنت حبيبتي، هدول هن أغراضك مو؟ في شي تاني؟ أنا بقى بتسمحي لي الله يخليكي يا مدام، والله تأخرت كتير كتير وما كنت مفكرة إنه رح طول عندك كل هاد. يعني عرفتي كيف؟ أخذنا الحكي وانبسطت معك كتير كتير ومشكورة جدا جدا. طيب وقديش بيطلع حقهم هدول الأغراض؟ ثقي تماما مدام، ثقي تماما إنه هذا السعر إلك بس، إلك بس وحدك، 10,000 ليرة وبس. يا مدام قومي جيبي لي المصاري، لأنه عدم المؤاخذة أنا تأخرت كتير، بدي أقوم روح.
10,000. شكرا حبيبتي. بتعرفي طلعتي بتاخذي العقل، بتفي الجي فلج، بتجنني. ليش هيك واقفه لك وداد؟ ايش بوجهك؟ كانه اكل اكله. ايش بك؟ تفضل تفضل تفضل. مين كان عندك؟ يا ستي هاي خبيره تجميل. ايه عملت لي ماسك ومكياج مجاني. يا سلام يا سلام على خبيره التجميل. تعي تعي شوفي شو اشتريت منها. ايش اشتريتي؟ هدول اشي؟ شوفي تفرجي. هاتي لنشوف. يي هذا الكريم انا امبارح اشتريت منه. يي وهي كمان هذا، هاي الماركة اخذة منها بنتي. كل هالماركات هدول الكويداد ما في ارخص منهم بالسوق. ارخص ماركات. ارخص ماركات؟ ايه يا عمى مصروف الشهر كله راح. ايش عم تحكي؟ إيه كل هالاغراض اللي قدامي ما بيطلع حقهم 2000 ليرة. وليه على قامتي ان شاء الله. لك وليه على قامتي وقامت وشي وبشرة وشي. لك وليه وليه وليه. كيف بدنا نكفي الشهر؟ لك كيف بدنا نكفي الشهر؟ بدنا ناكل مجدره وبرغل بنادوره. لك الله لا يوفقني، الله لا يوفقني، الله لا يوفقني، الله لا يوفقني. Do do do.